دعم مصري متواصل للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية في جميع المحافل والفعاليات. الدعم المصري لفلسطين له جوانب عدة، من بينها المحاولات المصرية المستمرة والدؤوبة لضمان التهدئة بين الفلسطينيين وسلطات الاحتلال، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية المحتلة. رغم انشغال القاهرة بالملفات الداخلية والأزمات الخارجية، لم تنسى فلسطين أبداً شعباً وقضية. فلسطين في قلب مصر قولاً وعملاً، دبلوماسياً من خلال الدعم المتواصل للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك في جميع المحافل والفعاليات. وتحرص القيادة المصرية على دعم أبناء الشعب الفلسطيني وحقوقهم العادلة بإيجاد سند قانوني لقيام دولته الفلسطينية المعترف بها من الأمم المتحدة ومن الدول الأعضاء بها، وكذلك من المنظمات الإقليمية والدولية الفاعلة في السياسة الدولية، والعمل على تحقيق سلام عادل وشامل ودائم للقضية الفلسطينية. وتبقى مصر المساندة الأكبر لقضية العرب الأولى بصفتها أكبر دولة عربية لم ولن تتخلى عن دورها كقوة إقليمية تقود وتتفاعل وتناصر القضية الفلسطينية. الدعم المصري لفلسطين له جوانب عدة، من بينها أيضا المحاولات المصرية المستمرة والدؤوبة لضمان التهدئة بين الفلسطينيين وسلطات الاحتلال، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية المحتلة. هناك أيضا المساعي المصرية المستمرة لبناء قواعد الثقة بين الأشقاء الفلسطينيين عبر استضافة اللقاءات المختلفة لقادة الفصائل والتيارات في محاولة للوصول إلى كلمة سواء. أما جهود القاهرة الإنسانية تجاه الأشقاء فلا تخطئها عين أو ينكرها أحد، من خلال المبادرة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة، أو عبر الفتح المتواصل لمعبر رفح البري، أو من خلال إرسال المساعدات الطبية، أو حتى استقبال المصابين الفلسطينيين في المستشفيات المختلفة. تؤكد القيادة المصرية دوماً أن القضية الفلسطينية من ثوابت سياسة مصر، وأنه رغم المتغيرات المستمرة على الساحتين الإقليمية والدولية، إلا أن مساعي مصر لتوحيد الجهود العربية والدولية لإعادة تنشيط آليات مفاوضات السلام وإطلاقها بالتوازي مع جهود مسار المصالحة الوطنية وبناء قواعد الثقة بين الأطراف الفلسطينية، سعياً لتعزيز المسار الأساسي المتمثل في تحقيق السلام المنشود.